أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل ورد في أقوال العلماء أن يقال أثناء الذكر بعد السلام من الصلاة لا إله إلا الله فقط عدد معين منها، وهل من السنة أم أن ذلك مخالف لها؟ نعم، بعد السلام من الصلاة الذي ورد في الأدلة الصحيحة أنه يستغفر ثلاثا وهو مستقبل قبلة إذا كان هو الإمام، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب فإنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، ويقول بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ليكون المجموع 99 كلمة، ثم يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له لتكون الكلمات كلمات الذكر 100 كلمة. كل ذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.